بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين. عبد القادر الطباخ، نائب رئيس التجار والماليين شارع محمد الخامس. دونك الوقفة احتجاجية جات بناء على عدة طلبات قمنا بها للسلطات المعنية، بما فيه السلطات المنتخبة ولا السيد الوالي. مع كل أسف السيد الوالي صيفطنا له مراسلتين باش يستقبلنا ويعرف المشاكل اللي كيعانيو منها كل التجار والماليين شارع محمد الخامس، لأن في الواقع الأمر شارع محمد الخامس ولا مع كل أسف من بين الشوارع المهملة. دونك بغينا نعرفوا السبب الأول والأخير، لأن في عهد المنتخب في المكتب السابق ديال السيد العمدة السي الشباط كان وعدنا بأن غادي تكون إعادة الإكالة على مستوى شارع محمد الخامس، من شارع محمد الخامس حتى لساحة بيران زران. هادشي وقع في 2007، دونك حنا هادي 11 سنة مرت. المكتب الجديد قال لك ما عندوش ميزانية، نشوفوا مع السيد الوالي. السيد الوالي درنا له جوج طلبات اللي حتى الساعة ما استجبش، حنا على السيد الباشا، استقبلنا السيد الباشا سمع لينا، ولكن الأمور بقات عالقة. دونك حنا جينا اليوم بهذه الوقفة كنستنكروا، لأن التجار والماليين شارع محمد الخامس كيعانيوا من واحد الركود التجاري ملحوظ لعدة سنوات، بالإضافة أنتم كتشوفوا كل الشوارع عرفت تأهيل مع هذا الشارع. دونك كنتمنى هذه الوقفه تعطي الثمار ديالها، والسيد الوالي يستجيب للطلب ديالنا في اقرب الاجل، لان كون على يقين. انا هذا ميساج نوصل للسيد الوالي بصراحه، بغينا الباب ديالو تكون مفتوحه فوجنا، لان حنا كاين هنا تقريبا 700 تاجر. دونك ملي كنقول 700 تاجر، راه كل تاجر راه خدم اربعه خمسه د العائلات، كاين حتى العشرة د العائلات. دونك هنا راه كاين هاد الشارع كيعيشوا منها 7000 عائله. دونك واش هاد 7000 عائله دي تشرد وتولي عرضه للضياع؟ دونك مع كل اسف السيد الوالي خصو يستجيب للطلب ديالنا عاجلا، لان راه شارع محمد الخامس راه رمز من رموز البلاد، لان كل شوارع عرفت اعاده الاكاله ما عدا شارع محمد الخامس. نتمنى هذه الوقفه تعطي الثمار ديالها مره اخرى. كنشكركم على التعطيه الاعلاميه والدعم ديالكم لهذا اللقاء. شكرا.